على بئر لا ثاني له في حي باب الحديد ينتظر هؤلاء رزقهم من الماء ساعات طويلة يقضيها الصغار والكبار للحصول على ما يروي عطشهم ولو كلف ذلك حياتهم. كان محطوط بالمنطقة هنيك ضرب القناص مرة وبنته وقتلون. سنة كاملة وبعض الأحياء في حلب القديمة تعاني نقصا حادا في المياه حتى بات الحصول عليها يدفع المدنيين إلى السير مسافات طويلة، وربما هذا المشهد المصغر من أحد المنازل يلخص القصة كاملة. عم نعبي قدامكم هاي الخراطيم عم يشتعين وعم تقتل مع العالم من هون حوالينا، ايش الحل بس قل لي. يرجع المختصون في المجلس المحلي لمدينة حلب سبب انقطاع المياه عن حلب القديمة إلى تضرر شبكات المياه في مناطق النظام دون العمل على إصلاحها. ما يوجد انقطاع مياه رئيسي نتيجة كسر في أحد الأنابيب الرئيسية قطر 250 مليمتر يغذي حلب القديمة ككل، ومكان تواجد الكسر في الخط الرئيسي ضمن مناطق النظام، وتم إغلاق المياه كلياً من منطقة المعري، ولم يتم الاستجابة من قبل النظام رغم مخاطبتهم عن طريق العديد من المبادرات. إذن هو مصير لا بد منه، قلة في المياه وصهاريج ماء من المعنيين لا تكفي مؤونة شارع واحد، وربما هو ما دفع هذه المدرسة إلى إغلاق أبوابها. في بعض الأحيان نواجه صعوبات في تأمين المياه، نقطع مسافة 1 كيلو أو 2 كيلو متر لحتى نأمن مي للطالب. الماء أهم مقومات الحياة، بات يشكل كابوسا للحلبيين في المناطق القديمة وغيرها. مشهد يختصر الوجع وينذر بكارثة إنسانية يكون فيها هؤلاء هم الخاسر الأكبر. من حلب القديمة، باسل أبو حمزة، حلب اليوم.